بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة شكر واجب للدكتور أحمد والدكتورة إيمان. هو الحقيقة مش دعوة كريمة، هو ده مؤتمرنا. الحضور الكريم، المنصة يعني الحقيقة يعني العظيمة. الحقيقة العنوان نفسه كاتشي جدا، والحقيقة اللي اختار العنوان الدكتور أحمد Promising Yet Forgotten Antibiotics in Pediatric Infection. هنحاول ان احنا الاجندة بتاعتنا نقول اكتر من حالة، حوالي 13 حالة over البرزنتيشن ما بين upper و lower respiratory tract infection، حاجات في اليو تي اي وكيسز جنرال. الراشنال يوز اوف انتيبيوتكس شود بي كونسيدر دايما. الليكتشر دي برعاية ام يو بي يونيكتام، مفيش اي تداخل مع الساينتفك كونتنت بتاعنا. الحالة الاولانية، ايه رأي حضراتكم؟ الكيسز انتر اكتف، اللي عاوز يقول رأيه ده ايه ده؟ هارلي كوين، بالظبط هارلي كوين بيبي. الحاجات الصوره ده دولت البروجنوز بتاعهم فيري باد، سكن وسبكوتينيوس تيشو انفكشن. هارلي كوين بيبي بيكون عندهم اكتروبيون اللي هو العين تبقى الليد لبره، اكلابيوم نفس الكلام في اللبس. ده الهارلي كوين بروجنوزز فيري باد. دي صوره ثانيه ليه، الديرمز بتبقى تخينه قوي وبيحصل فيها الفيشرنج والكراكنج الموجود ده هو. الصوره دهيت في هيلثي بيبي، كلنا بنشوفهم في الحضانات، الحاجه الفازو موتور اكتيفيتي اللي موجوده، الديستربنسز اللي موجود في السيركيوليشن ده هي الدي اي دي، اسمها كيوتس مارموراتا. بالظبط كده، كيوتس مارموراتا بالظبط. لو حضرتك شفتها وواخده جزء من البادي وعامله، يمكن تكون عامله تشينج في السايز، دي بنقول عليها حاجه ثانيه، كيوتس مارموراتا تلانجكتاتيكا كونجينيتا. صورة زي دي كده، لو حضرتك شفت الرجل الشمال هتلاقي فيها الكيوتس مارموراتا مش في اليمين، وهتلاقي ان في discrepancy in the size between the two lower limbs. هل ليها علاج القصة دهيت؟ ملهاش علاج، بس مهم ان احنا نبقى عارفينها عشان الاسيمتري دي ستظل مستمرة مع الطفل. الكالر تشينج ويل disappear with life. يبقى كيوتس مارموراتا تلانجكتاتيكا كونجينيتا. الحقيقه الحاله دي بتيجي كتير، وعشان ما نتلخبطش فيها، 7 سنين بنت عندها لور ابدومينال بين فريكوانسي ديسيوريا، وفي عندها كونستيبيشن هارد باول موفمنتس فور ذا باست 3 دايز، هيستوري اوف ويتنج فور تو لونج تايم تو يورينيت، الابدومين لاكس، ما عندهاش حراره. دي اليورين اناليسيس بتاعها، السي بي سي والسي ار بي الاثنين بتوعها نيجاتيف. رأي حضرتك ايه؟ الكوريكت ستيتمنت اي بي سي. هل محتاجه افويدنج سيستو يوريتروجرام؟ سنجل اورال انتيبيوتيك از سفيشنت، ديوريشن اوف تريتمنت شود بي 7 تو 10 دايز. ايه الاجابه الصح؟ بي. بي دي ايه الدايجنوزز؟ ده سيستايتس. مهم جدا الريسك فاكتورز اللي في البنت دي، ايه الريسك فاكتورز؟ عندها تو ريسك فاكتورز مهمين جدا. Constipation is a very important risk factor. الحاجة التانية انه هي باللغة كده بتزنق نفسها قبل ما تروح الحمام كتير، يعني once you feel the desire to urinate you should go على طول مباشرة. وهنبدأ دلوقتي في الانتيبيوتكس. احنا عندنا اول حد يمكن نتكلم على الريزيستنس، هو اول واحد وصف او اكتشف الانتيبيوتكس وهو بياخد النوبل برايز. وكان عندنا هنا السؤال ده هو في 2050 تقريبا كل 3 ثواني حد هيموت بحاجات ريليتد للانتيبيوتيك ريزيستنس، لدرجه ان المورتاليتي هتبقى اكتر من المورتاليتي بتاعت الكانسر وبتاعت الكارديو فاسكولار والروت اكسيدنس والحاجات دهيت كلها. وعشان كده واحده من ال10 تريدز فور هيلث اللي هي الانتيبيوتيك او الانتي مايكروبيال ريزيستنس موجوده عندنا. بنقول الكلام ده هوت ليه؟ عشان الراشنال يوز اوف انتيبيوتكس. الانتيبيوتكس حاجه مهمه جدا، ولازم لما احنا بنكتبها لازم تبقى اكوردنج تو جايد لاينز معينه، مش هكتبها وخلاص. كوميونتي اكوايرد نيمونيا، ليه اختيار العنوان نفسه اليونيكتام او السالتاميسيلين او الامبيسيلين سالباكتام؟ احنا يمكن كلنا وحضراتكم نواب، واحنا نواب كنا بنستخدم المولوكيول ده هوت، بس لما بنبص في الجايد لاينز هنلاقي انه دايما مين اللي بيبقى مكتوب اموكسيسيلين كلافيولانيك اسيد. وهنشوف دلوقتي كذا بروتوكول وهنقول ايه الحاجات الاخرى اللي موجوده عند كوميونتي اكوايرد نيمونيا. وان اوف ذا ليدنج كوز، هي اهم سبب للمورتاليتي في الاطفال اقل من 5 سنين،
وبنقول ان هي تقريبا بتموت اكتر من 1,000,000 طفل في السنة all over the globe. عندنا اهم ساين لازم تكون موجودة to diagnose pneumonia، مش لازم الاربع درجات من الريسبيراتوري ديستريس، اهم حاجة لازم تكون موجودة is تكبني. There is no pneumonia without تكبني. لازم. ممكن يكون عنده abdominal discomfort, pain, tenderness, whatever، بس مش بالضروره، ولكن الحاجه الاساسيه without تكبني there is no pneumonia. طيب لو احنا بنقول الجايد لاينز اللي موجوده، وده اول مثال هقوله لحضراتكم، empirical management of pneumonia كhome treatment، لو واحد مش هيتحجز هيبقى amoxicillin، وحضراتكم شايفين ان الدوز بتاعتنا ايه، وهل احنا بنستخدم الاموكسيسيلين ان اور ديلي براكتس ولا لا. تاني واحده اموكسيسيلين كلابيولانيك اسيد او كيفالوسبورينز، دولت كلهم ايكويفالنت فور هوم مانجمنت اوف نيمونيا. طيب من سن شهرين لغايه 5 سنين، بعد ال5 سنين بيدخل عندنا مجموعه من الاورجانيزم اللي هي الاتيبيكال مايكرو اورجانيزم، المايكوبلازما والكلاميديا، عشان كده هيبقى في المقدمه عندنا مجموعه الماكروليدز، ازيثروميسين كلاريثروميسين واريثروميسين، دي الحاجة اللي موجودة عندنا. سكند لاين لو الحاجات دي ما استجابتش ليها الأورجانيزم أو الكيس، هيبقى في عندي ثيرد جنريشن كيفالوسبورين، سيفوتاكزيم أو سيفترايكزون. ده الإمبيريكال مانجمنت في الهوم أو الهوم مانجمنت في الحالات اللي مش هتتحجز. طب الهوسبيتال تريتمنت عندنا في النيونيتال بيريود أمبيجين، أمبيسيلين، جنتامايسين، أغلب الحضانات، ده هو الفيرست لاين أوف تريتمنت اللي موجودة عندنا. لغاية 5 سنين ثيرد جنريشن كيفالوسبورين، هنأد فانكومايسين لو انا عندي ستيف. لو احنا عندنا احد الحاجات المهمه اللي ستاف بتعملها البلورال افيوجن، وانس يو هاف نيمونيا وذ بلورال افيوجن يو شود جيف انتي ستاف على طول، احدهم اللي هو الفانكومايسين او الكليندامايسين. فوق ال5 سنين هنرجع تاني للماكروليدز مع ثيرد جنريشن كيفالوسبورين. لو احنا بنتكلم عن اليونيكتام او الامبيسيلين سالبكتام في البروتوكول ده هو مش موجود، وبالتالي should we give ولا لا. الحقيقه بقى في اكتر من بيبر بتتكلم على الموضوع ده، الرول اوف سالتامسيلين اللي هو الاورال فورم اوف امبيسيلين سالبكتام اللي بيتميز بيه هاير بايو افيلابيليتي. لو احنا بنقارن الحاجات دهيت في الابر واللور مع حتى الاموكسيسيلين كلافيولانيك اسيد كمانجمنت، ودي احد الحاجات اللي هي كلينيكال ستاديز وميتا اناليسيز اللي هي من اعلى الدرجات بتاعه الايفيدنس اللي موجوده عندنا، الكونكلوجن ان هو الامبيسيلين سالبكتام is clinically effective and well tolerated حتى فيما يخص الدايريه اللي بتبقى موجوده في الموليكيول بتاع الاموكسيلين كلافيولانيك اسيد، وبالتالي ببايو افيلابيليتي احسن حتى في الاورال فورم بتاعه. بعض التيبس في النيمونيا عندنا، هل حد من حضراتكم بيستخدم او بيعتمد على الاي اس ار 4 دايجنوزس بتوين او ديفرنشيشن بتوين فايرال اند بكتيريال، اي حاجه بقى نيمونيا اي حاجه؟ الاجابه لا. ESR is ممكن for يمكن prognosis for follow-up، ممكن لو هو أعلى من 100 بنفكر في malignancy و collagen vascular disorders، دي أكتر الحاجات اللي موجودة. حتى CRP في الإيرا اللي احنا فيها، يمكن أكتر مثال كان الكوفيد كان بيعلي CRP بالرغم أنه هو viral infection. CRP لما يبقى عالي قوي لازم الواحد يفكر في انفلاميشن ويعمم الموضوع اكتر من بس انفكشن، لان احنا كتير في الاطفال دلوقتي ما بنشوفش كوفيد باي انفكشن نوت تو كوفيد، ولكن بنشوف البوست كوفيد اللي هو المسك سندروم اللي هو بيتعالج بقى مرات بقى اي في اي جي، مرات بميثايل بريدنيزولون، وات ايفر الحاجه. تشست اكس راي ما بتتعملش غير مره واحده اون ادميشن الا لو حصل ديتيريوريشن اوف ذا كلينيكال بيكتشر. هاويفر يعني لو انت هتشوف الامبروفمنت بالاكس راي ده مش ريكومندد خالص، بتعمل مره واحده اون ادميشن. بلاد كلتشر اوف ليتل فاليو ان ايفالويشن اوف اني تشايلد وذ نيمونيا، 10% بس من حالات النيمونيا بيكون معاهم بوزيتيف كلتشر موجود عندنا. سبيوتم كلتشر كتير بنعتمد عليها، هاويفر ات از فيري unreliable الا في طفل بيقدر يطلع سبيوتم، انما لو طفل اقل من 2-3-5 سنين وما بيقدرش يطلع سبيوتم مش هتقدر تعتمد على السبيوتم كلتشر اللي موجود عندنا. 80% من الاطفال بيجي لهم اوتيتس ميديا، والرقم ده هو كل مره بقراه وباكد عليه، 80% جالهم اوتيتس ميديا ات سم تايم في الحياه بتاعتهم، وده معناه حاجه واحده بس، ان احنا اندر استيميتنج واندر دايجنوزنج الاوتيتس ميديا. The only way to diagnose otitis media بالاوتوسكوب، مفيش أي طريقة تانية غير بالاوتوسكوب.
اللون الابيض اللامع ده هو اللي موجود عند تقريبا الساعه 7 تقريبا بالاوتوسكوب. ده مهم عشان تعرف ان الدرام كويس، ما يبقاش كونجستد، ما يبقاش بلجنج بالطريقه دي. مش هنقول احنا كاطفال ان انا هلاقي فلويد ليفل والاقي ليميتد موفمنت، لان احنا مش هنقدر ان احنا نشوفها بالاوتوسكوب. الجايد لاينز بتاعتها بتقول ايه؟ اموكسيسيلين برضو بدوز عاليه، او اموكسيسيلين كلافيولانيك اسيد. وبرضو حضراتكم بسال دايما السؤال، مين بيكتب اموكسيسيلين بس؟ قليل. انا عارف ان ممكن في بعض الانديكيشنز هوفر ان هي قليله قوي. السكند لاين عندنا بقى حاجات من الكيفالوسبورين السيفدينير او السيفتراكزون 1 to 3 دوزس لمده 3 ايام. وبرضو لو حضرتك بصيت مش هتلاقي اي وجود ابدا للامبسيلين سالباكتام في الجايد لاين دهيت. هاويفر برضو ماني اوف ذا ستاديز وميتا اناليسيز موجوده عندنا بتقول ان مفيش سيجنيفيكانت ديفرنس ما بين الاموكسيسيلين كلافيولانيك اسيد مع السالتاميسيلين اللي هو الاورال فورم امبسيلين سالباكتام تاني بيتر بايو افيلابيليتي وليس سايد افكتس اللي هي الدايري. الصوره اللي بعد كده دهيت لما الاقي الباس بالطريقه دي، اللون الاصفر، التونسلز اللي انلارجد، ريحه البق اللي مش كويسه مع البيتيكيال سبوتس اللي موجوده في البالت دي بتخليك اكتر ناحيه البكتيريال انفكشن. يعني دي انا اكيد هدي له انتي بايوتكس. ليه؟ انا عندي انلارجد تونسل. وكلمه انلارجد تونسل الفيرال ما عدا يمكن بعضهم الابشتاين بار ما بيكبرش التونسلز خالص. وانس لقيت التونسلز كبيره وعليها ستريكس من الباس اللي لونه اصفر مع باد جنرال كونديشن وهاليتوزس وحاجات زي كده مع البيتيكي دي، ده غالبا اكتر مع البكتيريال انفكشن. السي دي سي بتقول مهما كان الدكتور شاطر مش هيقدر يفرق ما بين البكتيريال اند فيرال سور ثروت او فرنجايتد ان ذا ابسنس اوف فيرال سيمتومز. والفيرال سيمتومز دولت الخمسه اللي موجودين دولت، الكف والراينوريا والهورسنس والكونجنكتيفايتس والاورال السرز، بيعلوا كتير من اسهم الفيرال فارنجايتس اللي موجوده. يعني ان ذا بريزنس اوف ساتش سيمتومز غالبا مش هتدي انتي بايوتكس موجوده طبعا بالقصه دي. ده البروتوكولز بتاعه المانجمنت اوف جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. وهنلاقي في اعلى حاجه فيها الاموكسيسيلين. وهتلاحظ حضرتك ان الدوز مختلفه، 50 ملي جرام بير كي جي بير داي وانس اور توايس ا داي، يعني الجرعه دي مره او مرتين في اليوم. وباقي الانتي بايوتكس اللي تاني برضو ما فيهاش الامبسيلين ولا السالباكتام اللي موجود عندنا، هل ده لانه مش افكتيف ولا لا؟ كل الدراسات اتعملت على الحاجه دهيت، يمكن ايكونوميكالي وايز، يمكن حاجات اللي هو كان في الاول البايو افيلابيلتي بتاعته افضل. برضو الراندمايز كنترول ترايلز موجوده في الاخر الكونكلوجن السالتاميسيلين السيف اند افكتيف ان ذا مانجمنت اوف upper respiratory tract infection including group A beta hemolytic streptococci. في كل البكتيريال انفكشنز اللي موجوده في البيدياتريك ايج جروب برضه بكلينيكال ستاديز وميتا اناليسيس في الاخر لقوا انه هذا المولكيول امبسيلين سالباكتام از افكتيف اند سيف وذ ليس انسيدنس اوف دايريا موجوده عندنا. كتير بقى من الاورجانيزم احنا مش هنتكلم عنها، وكتير من الانفكشنز اللي موجوده اللي هقول من بدايه من سكن وسوفت تيشو وتايتس ميديا وتونسيلايتس وحتى ساينوسايتس اللي هنقولها بعد الصلاه النهارده، حاجات كلها هذا المولكيول اثبت ان ليه افيكاسي وسيفتي عاليه، جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف وانيروبيك اورجانيزم مع جود تيشو بنتريشن. لو حضراتكم شفتوا الاورجانيزم، لان الاورجانيزم دي كلها احنا بنشوف ستريبت نيموني هيموفيلس انفلونزا موراكسيلا كاتراليس بتوع الساينوسايتس والاوتايتس ميديا، ات از افكتيف اجينست هذه الاورجانيزمز الموجوده عندنا. وده بالاتسا جايد لاينز الايكولاي والكليبسيل عشان حتى الجي اي تي انفكشنز اللي موجوده عندنا. لو جمعنا الانديكيشنز بتاعتنا اللي موجوده upper and lower respiratory tract infection, surgical prophylaxis, gynecological obstetric infection, intra-abdominal infection, UTI والskin والsoft tissue infections اللي موجودة عندنا، ده كله هيبقى within the spectrum of ampicillin salbactam as a molecule لو أنا بتكلم على parenteral، أو saltamicillin لو أنا بتكلم على oral form of this molecule. الحالة دي هتاخد antibiotics ولا لأ؟ حتى لو كان انتيبيوتيك يونيكتام الاجابه اكيد لا، مش هتاخد ده ري اشورنس. ده هي دي
ترانزيانت باستولار ميلانوزس كلنا اتلخبطنا فيها اول لما بدانا نشتغل في الحضانات والقصه ده. يبقى دي مش هتاخد اي انتي بايوتكس خالص، ات جاست ري اشورنس. الحاله دهيت الدياجنوزس بس، هو انا سمعت هينوكش لاين بيربر، هاويفر يو شود يعني نوسع يمكن الديفرنشال دياجنوزس ونقول ان العيان دي او العيانه دي عندها فاسكوليتك بالظبط، فاسكوليتك كراش، عشان ان انا اوسع الديفرنشال دياجنوز، لان العيانه دي ممكن تطلع في الاخر اس ال اي او وات ايفر، ومش هيبقى ابدا علاجها اكيد انتي بايوتكس موجوده. هينوكش لاين بيربرا في كلمه بس واحده، لو كانت واخده السكن والجوينت ودولت اكتر اثنين بيبقوا متاثرين، المانجمنت والبي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، لو واخده الاقل حدوثا اللي هو الجي اي والرينال افكشن هيكون المانجمنت وذ ستيرويدز ثيرابي بقى بحاجات كتير. الهربيتيك ليجنز مش هتاخد انتي بايوتكس، ولو العيان واخد انتي بايوتكس وبدا الكورس، دي نقطه من النقط المهمه، جاي لي عيان وبياخد انتي بايوتكس بقى له 3 ايام، هل هكمل الكورس ولا لا؟ لو انا اتاكدت ان الدايجنوزس بتاعي او ان الكونديشن بتاعتي مش بكتيريال اكيد هيوقف، مش هياخد هذا الانتي بايوتيك، وتوقف حتى لو في نص الكورس ومش هخاف بقى من ريزيستنس وكده، هو مش انديكيتد. هربيتيك جينجيفوستوماتايتس ممكن يستفيد من الاسايكلوفير؟ الاجابه اه. اسايكلوفيل سيستميك ولا توبيكال؟ هيبقى سيستميك، هيبقى مور بينيفيشال مع الانالجيزيا والانتي بايريتيك. الصوره دهيت مش هقدر اشوفها الا بجود وبروبر اليومينيشن، الالسرز اللي موجوده في البالت واليوفيولا الهيربانجينا، والهيربانجينا من الحاجات المميزه جدا اللي بتعمل لي سيفير ماركت فيفر وسيفير ديسفيجيا وبين في السوالوينج، الحاجات ديت الهيربانجينا برضو مش هتاخد ابدا انتي بايوتكس. الليجنز اللي بتبقى موجوده هنا اللي الناس بتقول عليها حراره، بالمناسبه هي اسمها بالطب حتى فيفر بليسترز، فالاسم يعني جاي من ترجمه للحاجه اللي موجوده، وده برضو مش هياخد انتي بايوتكس. الحاجه دي بتخف ولا اللي بيطلع له يعني كولد سورز او فيفر بليسترز ده هيخف ولا لا؟ الاجابه لا، وهيحصل له ريكرنس طول الوقت. تمام، بس مش لازم اقولها بالطريقه دهيت، يعني مش لازم هقولها، بس مع اي ستريسز، مع اي منسز، مع اي انفكشن، مع اي حاجه زي كده ممكن يحصل هذه الهربس ليبياليس اللي موجود عندي. الصوره دهيت مميزه واحنا بنتلخبط برضو فيها. تونسلز الحقيقه كبيره مع ممبرين لونه ابيض على التونسلز دي، تطلع ايه الصوره دهيت؟ ابشتاين بار. ابشتاين بار او انفكشوس مونونيوكلوزس تقريبا جيف اكتر من 90% من البوبوليشن ات وان تايم اوف ذير لايف يعني، بس برضه مش هياخد انتي بايوتكس. اهم دايجنوزس ليها تعمل انتي في سي اي فايرال كابسيد انتي بودي. الحاله دهيت هقولها برضه لان دي من الحاجات اللي مالهاش علاقه بالانتي بايوتكس. الطفله دهيت اللي عندها 6 سنين بيجيلها ريكيرنت اتاكس اوف السرز في البق مع حراره مع سيرفايكال لينف نودز، وبتيجي بشكل بالظبط ريجولار اون ريجولار انترفلز، موجوده بالطريقه دهيت، اورال السرز، فارنجايتس، تونسلز يمكن تكون كبيره، هوسبيتالايزد اكتر من مره، الموضوع بيتكرر بشكل سيرو كده مباشره نفس الطريقه كل شهر كل شهرين بالطريقه دهيت بدون اي حاجه. ايه الدايجنوزس؟ هي مش حاجه انفكشن على فكره، دي مش ريكيرنت تونسيلايتس او فارنجايتس سمبل ولا اميون ديفيشنسي. المرض دوت اسمه فابا، فابا اللي هو البريودك فيفر افتر سيستوماتايتس فارنجايتس وادينايتس. الفكره بس بتاعته، ودي طبعا لازم الواحد يبقى فاهم النقطه دي بشكل مظبوط، ان العلاج بتاعها سنجل دوز من اورال ستيرويدز، بس سنجل دوز على 1 مللي جرام. هي دي الفيتشرز بتاعتها، ريكيرنت فيفرز مع افتا سيستوماتايتس سيرفايكال لينفادينايتس فارنجايتس، اي واحده من الثلاثه دولت، مع ان العيان جنرالي كويس واسيمتوماتيك ان بتوين الاتاكس، ده انت كده شخصت الفابا. الدايجنوزس التريتمنت بس بتاعها بندي سنجل دوز اوف كورتيكوستيرويدز السطر اللي قبل الاخير ديورنج ذا اتاك على 1 مللي جرام بير كي جي، ده هيحسن الموضوع ده هو تماما. مهم ان انا اشخص حاجه زي كده. الحقيقه اخر حاله هنقولها الصوره دهيت فيها هنا زي فتحه او عدم اكتمال للفيرتبرال ارش في الاخر اللي موجوده عندي دهيت كده اللي تحت دي سباينا بيفيدا. انا جايب الصوره دهيت عشان نحط بس
قاعده كده should we need الفيلم ده هو for diagnosis of nocturnal enuresis او assessment of nocturnal enuresis؟ الاجابه لا. ولو انت شاكك ان في عنده حاجه سيكرال او كده هتبروسيد على طول لام ار اي وليس ابدا بالبلين اكس راي. يبقى ما حدش يطلب الاكس راي بلين لامبو سيكرال سباين او فيرتيبرال كولم لاسسمنت الواحد عنده نوكتورنال انيوريسز ابدا بدون حاجه. احنا قلنا الراشنال يوز اوف انتي بايوتكس واتكلمنا على اكتر من بروتوكول وقلنا الامبيسيلين سالبكتم كبرنترال فور والسالتاميسيلين كاورال فورم وقلنا اي مولكيول موجود يو شود انالايز هذا المولكيول بيفور ان انت هتكتب هذا المولكيول ولا لا. واتكلمنا على اكتر من حاله كان اولهم اول واحده فيهم مين؟ اول واحده هارلي كوين والثانيه كان في سيستايتس كيوتس مارموراتا وكلانجكتاتيكا كونجينيتا اختها. واتكلمنا بعد كده على هيربيتيك وهيربس لبياليس وايبشتاين بار وجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. واتكلمنا على السباينا بيفيدا اللي الواحد ما يطلب لهاش الاكس راي اللي موجود عندنا. وشكرا جزيلا لحضرتك.